أهلا بكم. من المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات جديدة على موسكو بسبب مقتل مدنيين في بوتشا شمالية أوكرانيا، فيما وصفه الرئيس فولاديمير زيلينسكي بأنه جرائم حرب تستدعي عقوبات متناسبة. ومن شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة والتي يجب أن توافق عليها دوله 27 أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد، كما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على البنوك هذا الأسبوع، بما في ذلك سبير بانك أكبر البنوك في روسيا وبنك ألفا أحد أكبر المقرضين الخاصين في روسيا. أكد الاتحاد الأوروبي اعتزامه خفض اعتماده على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن وتنويع مصادر استيراد الغاز. جاء ذلك على خلفية ما وصفته بروكسل بجرائم حرب وانتهاكات قامت بها روسيا في بوتشا وغيرها من المناطق في أوكرانيا، حيث دعت إلى حشد الجهود لجمع الأدلة ومحاسبة وتقديم المسؤولين إلى العدالة. هذا وطالبت بفرض حزمة خامسة من العقوبات لإضعاف نظام روسيا الاقتصادي. من شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقترحة ضد روسيا ضمن حزمة العقوبات الجديدة والتي يجب أن توافق عليها دوله 27 أن تحظر شراء الفحم الروسي وتمنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلين، فإن التكتل يعمل على حظر واردات النفط أيضا. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي تشمل أيضا حظرا كاملا على المعاملات مع العديد من البنوك الروسية، كما تدرس إدارة بايدن في واشنطن وفق الصحيفة تشديد العقوبات على المؤسسات المالية الروسية الخاضعة بالفعل لإجراءات تقييد بعض معاملاتها الخارجية. ومن المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على البنوك هذا الأسبوع، بما في ذلك سبير بانك أكبر البنوك في روسيا وبنك ألفا أحد أكبر المقرضين الخاصين في روسيا. كما يتوقع أيضا أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حول هذا الموضوع معنا من باريس عبر زوم السيد أوليفييه دالاغ، الصحفي المتخصص في الشؤون والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا. إذن بداية، إلى أي مدى الاتحاد الأوروبي بالفعل جاد بقرار خفض اعتماده على مشتقات الطاقة الروسية، خاصة أنه يلوح اليوم بفرض عقوبات على صادرات الغاز والنفط الروسية؟ أعتقد أن هناك جدية كاملة، فالآن بما أننا نستمع إلى هذه الأخبار فمن الواضح أن تطبيق هذه القرارات صعب، خاصة هناك عدد من الدول مثل النمسا والدول الأوروبية الشرقية وشمالية تعتمد على الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الفحم الروسيين، فأظن أن القرار السياسي تم اتخاذه لتخفيض هذا الاعتماد حتى نهاية هذه السنة، وأنا أقصد الغاز الطبيعي، فلذلك هم سوف يتخذون هذا القرار في نهاية المطاف. ولكن منذ أيام قليلة ألمانيا ومسؤولوها حذروا بشكل واضح من أنه عدم الاعتماد على الغاز الروسي سيؤثر بالتالي على كل القطاعات في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كيف سيواجه الاتحاد الأوروبي هذا النقص؟ هل من حلول يعني خلقت بين ليلة وضحاها؟ أنا باعتقادي أن الرأي العام داخل الدول الأوروبية اليوم في حالة الانتقال، فإن الصورة التي قد شاهدناها من بلدة بوتشا بالإضافة إلى الصور ومن الأراضي الأوكرانية مع هذه المجازر ومقتل المدنيين، كل ذلك قد غير الرأي العام في الشارع الأوروبي الذي الآن يرفض الحفاظ على المصالح الاقتصادية، فإن هذا الشارع اليوم يعرف أنه ستكون هناك تكاليف اقتصادية، والاتحاد الأوروبي أيضا يأخذ ذلك بالحسبان بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية المحتملة، ولكن التجاهل ليس خيارا الآن. كيف من الممكن حل هذا اللغز؟ كيف من الممكن أن نفرض العقوبات على روسيا مع تقليل الألم على الدول الأوروبية؟ أظن أن الجميع اليوم يفهمون أنه ستكون هناك عواقب وخيمة اقتصاديا. قبل كل شيء نتحدث عن الركود الاقتصادي المحتمل، ولكن الصور التي نحصل عليها بالنسبة للأوروبيين الذين أيضا يتذكرون صور الحرب العالمية الثانية، فالآن كل ذلك سيؤدي إلى الاعتراف بضرورة تحمل هذه التكاليف والمعاناة الاقتصادية.
طيب لو تسمح لي فقط، يعني طيلة هذه الفترة كنا نناقش إن كان لدى الاتحاد الأوروبي مصادر أخرى بالإمكان أن تسد النقص عن الغاز الروسي أو مشتقات الطاقة الروسية. اليوم يعني نحن مقدمون على فصل شتاء يفصلنا عنه بضعة أشهر، وبالتالي هناك مخاوف كبيرة لدى الدول الأوروبية مما سيقدم عليه دول أو ستقدم عليه دول الاتحاد في الفترة المقبلة. نعلم أفهم أنه في رأي عام اليوم من الممكن أن يضغط على الحكومات، ولكن عندما يعني تكون دول الاتحاد الأوروبي في هذه الورطة المقبلة، كيف سيتحملون كل ما سينتج عن هذه القرارات؟ أظن أن كلمة تقليل الخطر يتطابق مع ما نشهده الآن، لأن استبدال الغاز الطبيعي الروسي بشكل كامل أمر مستحيل في هذه اللحظة. ولكن وفقا لرأي بعض الخبراء التقنيين في مختلف الدول الأوروبية، فهم اليوم يشتغلون على مدار الساعة خلال كل الأسبوع للبحث عن هذه البدائل بغية تجنب العواقب الوخيمة. فعلى سبيل المثال، هناك تطوير البنية التحتية لاستقبال السفن ذات الغاز المسال أو الميثان من الولايات المتحدة وقطر، فقد يتم استبدال الغاز الطبيعي الروسي بهذه المصادر، هذه الشاحنات، ولكن ليس بشكل مطلق. فلا يدور الحديث فقط عن الطاقة، فإن الاقتصاد الروسي أيضا يتوقف على هذه الصادرات. فهذه العقوبات التي سيتم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي أيضا سوف يتعلق بصادرات التكنولوجيات العالية، بما في ذلك أشباه المواصلات، مختلف الأشياء التي لا تقدر الدولة الروسية على إنتاجها بكميات كافية. فلا يجب أن نكتفي بهذا اللغز بين إنتاج وتصدير الفحم والغاز الطبيعي الروسي والاستهلاك لدى الدول الأوروبية. طيب يعني سيد أوليفيا، هل أفهم منك أنه اليوم التلويح بفرض عقوبات على قطاع الطاقة من قبل الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة الروسي، هل هو ربما فقط لتهدئة الرأي العام في هذه المرحلة بسبب ما جرى في بوتشا؟ بالطبع نحن لا نعرف ما إن كانت هذه الحرب سوف تنتهي في وقت قريب وبأي ظروف، فأظن أنه تم تجاوز خط. فإن الرئيس الأمريكي على سبيل المثال كان يتحدث عن الرئيس بوتين وقد سماه بمجرم حرب، فالكثير من الزعماء في الدول الأوروبية أيضا يكررون هذا المصطلح. فلذلك من الواهم الآن أن نعتقد أنه بعد نهاية هذا الصراع العسكري سوف نستأنف الحوار الطبيعي مع روسيا. أنا باعتقادي أنه حتى نهاية أيام الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة هو سوف يعتبر من قبل القادة الغربيين بسبب ما قام به في أوكرانيا في هذه الأسابيع مجرما. فمن الصعب جدا الإجابة عن هذا السؤال، ولكنني متأكد أننا لن نستأنف حالة العلاقات التي كانت عليه قبل الحرب. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من باريس السيد أوليفييه دالاغ الصحفي المتخصص في الشؤون والعلاقات.